الهجرة المناخية شبح يشكل تهديدا متزايد الخطر في هذا العصر، وهو ما يعني اضطرار السكان لمغادرة موطنهم الأصلي بسبب التغيرات المناخية في بيئتهم. التغيرات الطاردة في المناخ تتفاقم تدريجيا. منظمة الهجرة الدولية التابعة للأمم المتحدة تؤكد أن أعداد مهاجري المناخ سيتجاوز حاجز 1.5 مليار بحلول عام 2050. أبرز دوافع الهجرة المناخية هي الظواهر الطبيعية الطاردة، والتي يتعلق أكثرها بالاحتباس الحراري وما ينتج عنه من الجفاف والتصحر والفيضانات والكوارث سريعة الأثر كالزلازل والبراكين. في هذا العصر يعتبر ارتفاع درجات حرارة كوكب الأرض خطراً على بعض مناطق العالم، وخاصة المناطق الأوروبية وشمال إفريقيا، فقد نتج عن هذا الارتفاع غير المسبوق في درجات الحرارة عدة حرائق في عامي 2022 و2023. يؤدي ارتفاع درجات الحرارة العالمية إلى ذوبان الصفائح الجليدية في غرينلاند والقارة القطبية، مما أسفر عن ارتفاع مستوى سطح البحر. ويمثل ارتفاع مستوى سطح البحر تهديداً عالمياً للسكان لما ينتج عنه من إغراق لجزر كاملة ومدن ساحلية، إضافة إلى تعطيله دوران تيارات المحيط. إذا ارتفعت مستويات سطح البحر بمقدار متر واحد أو أكثر، قد يضطر تقريباً 100 مليون شخص من سكان سواحل المحيط الهادي والجزر إلى الهجرة المناخية. من بين 60 مليون نازح داخلي أحصاهم في 31 من ديسمبر 2022 المركز الدولي لمراقبة النزوح، والذي تعتبر أرقامه مرجعية، هناك 32.6 مليون شخص نزحوا بسبب حوادث طبيعية، ربعهم بسبب الفيضانات في باكستان، وأكثر من 1 مليون منهم بسبب موجات الجفاف في الصومال. يتأثر السكان الذين تعتمد معيشتهم بشكل مباشر على المحاصيل تأثراً سلبياً بالتغيرات التدريجية، فتكون هجرتهم طوعية، بينما يهاجر المتضررون من الكوارث الطبيعية سريعة التدمير هجرة قصرية. التصحر ظاهرة طبيعية تضرب المناطق القاحلة وشبه القاحلة، ويؤدي انتشارها إلى تدهور التربة الزراعية في مناطق عدة من العالم والقارة الإفريقية خاصة. ينتج التصحر عن عدة عوامل، منها التغير المناخي والنشاط الإنساني، وهو ظاهرة تتسم بالتدرج والتطور. يكبد التصحر العالم خسائر مادية تقدر بتريليونات الدولارات سنوياً، بالإضافة إلى دفع السكان للهجرة المناخية والنزوح لمناطق صالحة للزراعة. ففي العام 2012 توصلت أبحاث في الأمم المتحدة إلى أن 50 مليون شخص قد يضطرون للبحث عن موطن جديد للعيش فيه ووسائل أخرى لكسب القوت.